نواف من حفر الباطن، تفضل يا نواف. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ارفع صوتك شوي نواف. الله بخير يا شيخ. عليكم السلام. ابى استفسر طال عمرك، عندك اخوي حياك الله. نعم. طال عمرك توفى عمره 27 سنه. يصدق. طيب اعد السؤال يا نواف. ايوه، كان طال عمرك مقصر في الصيام طال عمرك في شهور عده. نواف من اعد السؤال مره ثانيه. اقول لي اخو توفى الله يرحمه طال عمرك، وهو كان مقصر في صيام رمضان في شهور عده. طيب ليش ما يلزمنا تجاه يعني كفاره؟ نعم. حاجه احنا تبعنا. هو كان يصلي يا اخي، كان يصلي يحافظ على الصلاه. والله اوقات يا شيخ يضيع الصلاه بعد، يعني اوقات يصلي على وقت اوقات مخر. تكلم يا اخي. لكن يترك الصلاه تركا نهائيا؟ لا لا، ما يتركها ترك نهائيا. نعم نعم. لا ما يتركها يا شيخ، يقول يصلي. نعم يصلي. خلوه يتكلم. اوقات يخرها واوقات تفوت يا طال عمرك. اذا كان ما يترك الصلاه تركا نهائيا ولا يترك بعض الصلوات يتعمد تركها، فانه يصام عنه، يصوم عنه قريبه، يقضى عنه ما تركه من الصيام. وأما إذا كان يترك الصلاة أو بعضها تركا نهائيا متعمدا فهذا لا يصام عنه، هو غير مسلم. نعم.